بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير. وزي ما انتم شايفين في عنوان الفيديو، أول فقاسة بدون كهرباء ولا بدون سحب كهرباء ولا أي حاجة. دي يا جماعة فرخة هندي، تمام؟ طيب ايه هي مميزات الفراخ الهندي؟ مميزات الفراخ الهندي ان الفرخة بتبيض، وأول ما بتخلص بيض بترقد على طول وبتطلع البيض كله. فلو حد حابب ان هو مثلا يكون عنده فقاسة طبيعية في البيت وكده، يبقى يشتري فراخ هندي، تمام؟ ويشوف هو لو كان حاب يحط تحتها بيض فراخ، بيض بط، بيض رومي، زي ما هو عاوز. بس أقصى حاجة يكون 20 بيضة. يعني لو انت هتجيب مثلا، نفترض ان المكنة اللي هي الفقاسة يعني مثلا بتبدأ تقريبا من 60 بيضة، بيكون سعرها معدل 1500. فانت لو جبت مثلا 5 فرخات، تمام، هتحط تحتهم 60 بيضة، وال5 فرخات هيخش لهم في حدود 400 جنيه او 500 جنيه. فطبعا هيكون حتى ربع تمن الفقاسة، تمام. فاحنا عشان كده انا بنصح ان لو اي حد نفسه ان هو يعمل مثلا مشروع فقاسة وكده، ومش معاه اللي هو المبلغ ان هو يعمل بيه المشروع دوت، فعليكوا على الفراخ الهندي، لان الفراخ الهندي ممتازة جدا في انها بتحضن بيضها وانها بترقد على البيض ونضيفة جدا، تمام. فانا عشان كده انا يوم ما ذبحت الديوك انا سبت الفرخة دي، ما رضيتش ان انا اذبحها، هما كانوا ديكين وفرخة، لا انا سبت الفرخة دي، وان شاء الله ناوي ان انا اجيب عليها فرختين كمان. لاني بدل ما طبعا انا بروح المعمل اشتري فراخ وكده وكتاكيت والكلام ده، فلا فليه ان انا اشتري، برغم ان انا ممكن انا اللي اطلع عندي يعني فرخة هترقد لي مرة كل شهر ونص، فهتبقى كويسة جدا ان انا مثلا اعمل دورة كتاكيت كل شهر ونص، وطبعا الحاجات دي بتبقى مضمونة جدا. وفي نفس الوقت برضو الكتاكيت هتكون طالعة رقد، يعني بنسرها في يوم من الايام برضو انها هترقد. وده طبعا لو انتوا برضو حبيتوا ان انتوا تطلعوا فراخ هجين، اللي يكون حجمها كويس شوية عن البلدي، يكون حجمها كبير، تكون بتربي لحم وفي نفس الوقت بتبيض وترقد برضو، اللي هي الفراخ الهجين او الفراخ البازراميت اللي بتبقى بين الهندي والبلدي. فانت ممكن تحط الفرخة دي مع الفراخ البلدي عادي، الديوك هتكسر عليها، فبالتالي انها هتبيض والبيض بتاعها يكون مخصب، هتطلع لك فراخ هجين. الفراخ دي بتكون كويسة جدا في البيض وفي اللحم، تمام. وبرضو الفراخ الهندي بتبقى كويسة جدا 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 كتربية وكده. دلوقتي السعر مثلا الكتكوت الهندي، سعر الكتكوت الهندي بيعمل 25 جنيه، سعر الفرخة الشغالة بيبتدي من 150 جنيه لحد ممكن يوصل ل1000 جنيه، لأن طبعا دي بتبقى مستويات وعلى حسب التقليب والفرز والحاجات كده، حاجات أنا مش هعرف إن أنا أتكلم فيها برضو، لأن أنا معرفش كتير عن الهندي، تمام. فانت لو حابب كمشروع فقاسة وكده، فانا انصحك انك تربي اللي هي الفراخ دي، تمام. اما لو حاببها بقى انك تخش في غيط الهندي وكده، فانك هتجيب ديك تقلب كويس وفرخة تقلبها كويس. زي ما قلت لك سعر الكتكوت بيكون 25 جنيه عمر يوم، عمر شهر بيكون ب100 جنيه، ب50 جنيه، عمر شهر ونص بيكون ب100 جنيه. لو على وش الشغل بتبيع الفرخة على 150 جنيه. طبعا لو شغالين الفرخة بتكون ب150، والديك بيكون ب250. وطبعا الأسعار طبعا بتعلى كل ما بيكون التقليب عالي وكده. بس ده برضو مش موضوعنا، موضوعنا هو موضوع الفقاسة، هي الفراخ الهندي. يا جماعة والله الفراخ دي ممتازة جدا 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 جدا، وأكيد كل اللي بيربي هندي عارف المعلومة دي، تمام. وأكيد برضو أي حد ما رباش هندي، بس أكيد اتفرج كتير على أكتر من فيديو عن الفراخ الهندي وشاف الفراخ وهي بتطلع وكده، فهي دي هتبقى مشروع كويس جدا. لو أنت مثلا غاوي إنك يعني عايز تجيب، وفي نفس الوقت الفواتير والكلام ده، لأن الفقاسات معروف انها بتسحب من الكهرباء جامد، فهات لك مثلا 10 فرخات على الاقل، تمام، او 5. انا عن نفسي هجيب اقصى حاجة 3، يعني هجيب 2 كمان على دي، وهيطلع لك دورة في الكتاكيت كل شهر ونص. وطبعا دي بتبقى كويسة جدا، بحيث ان الدورة تمشي
تبتدي انك تعمل غيرها، الدورة تمشي تعمل غيرها، الدورة تمشي تعمل غيرها وهكذا. وانا ان شاء الله ناوي ان انا اعمل كده. يعني انا دلوقتي ما عنديش فراخ كبيرة ان انا يعني اخد منها بيض واحطه تحت الفرخة دي، لا انا هشتري بيض مخصب وهحطه تحتها ان شاء الله. اول ما تبشر انها تبيض واول ما تخلص بيض هبتدي ان انا احطه تحتها. فان شاء الله يا جماعة تابعوا بس معايا وان شاء الله هيبقى خير. ودلوقتي انا خلصت موضوع الفيديو ده اللي هو موضوع الفقاسة. بس فضلا لو انت بتشوفني لاول مرة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي، وتفعل الجرس اهم حاجة عشان في ناس بتشترك وما بتفعلش الجرس فما فيش اشعارات بتوصلها، فلازم تفعل الجرس وتعمل على الكل عشان يوصلك اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ولو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك، ولو عندك اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد على كل الاسئلة اللي هتسألها. هو ده كان فيديو النهاردة يا جماعة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. دي سعر الفرخة 150 جنيه او ممكن اقل طبعا على حسب تقليبها، اضعف حاجة اللي هو اضعف تقليب الفرخة مش هتعدي 100 جنيه. تمام، كل فرخة حط تحتها 20 بيضة يعني هتحتاج 5 فرخات بس. وكده تكون وفرت تمن الفقاسة ويكون عندك فقاسة في البيت. تمام، فقاسة طبيعية والدوت اللي هما الفراخ الهندي. لكن طبعا لو انت حابب تجيب الهندي اللي هو كمشروع او كتجارة او كده، انت تجيب فرخة مستوى عالي او فوق المتوسط او متوسط وديك برضك مستوى عالي. بس اللي انا عرفته في غيط الهندي يا جماعة ان الفرخة هي بتكون يعني التقليب بتاع الغية كله. يعني لو الفرخة تقليبها عالي وديك تقليبه ضعيف بتجيب لك تقليب عالي زي الفرخة. بس يا جماعة نكمل بقى بقية الفيديو.